هاي صبايا، كيفكم؟ اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناتي. هلا صرنا بالاسبوع الرابع، هي رابع اسبوع بصور لكم فيه يومياتي وهيك. المهم هذا الاسبوع ما بعرف شو راح يصير. طبعا كل اسبوع انا بقول بدي اعمل شغلات وما بعملها. المهم بتعرفوا يعني الحياه وهيك. المهم اليوم نحن طالعين مشوار انه هيك احتفالا كونه ما طلع معنا كورونا الحمد لله. لابسه اوتفيت جينز كثير حلو، هي اول مره بلبس اوتفيت، هي اول مره بلبس جينز أفرول هيك كم طويل وطويل على الأرض يعني. كتير عاجبني، ومع شوز هيك سيلفر، شوفوا شوز سيلفر عالي. هي تاني مرة كمان بلبسه هذا الشوز، ما بعرف ليش حاببته كتير. هي تاني مرة هذا الأسبوع. رح أتصور كمان هيك كم صور للإنستغرام، فاللي حابب يعرف يشوف كل الأوتفيتس تبعوتي لازم يتابعني على الإنستغرام. وهلأ هيك فينا نبلش الأسبوع تبعنا هيك فريش بمشوار، مع أنه على فكرة لساتني تعبانة شوي صغيرة يعني، هيك السعلة لسه موجودة. ف بداية موفقة للأسبوع، الجو كتير حلو. ما بعرف شو رح أعمل هذا الأسبوع، ما حوعدكم بشي خلال الفيديو. المهم كل شي حتشوفوه خلال هذا الفيديو. حاسسكم حابين كتير هاي الفقرة من الفيديوهات، خبروني تحت على أفكار نصير نعملها أنا وياكم كل أسبوع. يعني نحدد مثلا الأسبوع الجاي هيك رح نعمل ومنعملها إذا بدكم. إذا في عندكم أفكار لشغلات تانية ممكن نعملها خلال هذا الفيديو اكتبوا لي إياها تحت بالتعليقات. وطبعا قبل ما نفوت بالأسبوع لا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة اللي هو زر الأحمر تحت الفيديو، عملوا لايك للفيديو، عملوا له شير إذا حبيتوا، تابعوني على الإنستغرام حيكون تحت بصندوق الوصف وبآخر الفيديو. وبعد كل هذا الحكي يلا خلونا نبلش الأسبوع. هلا نحن اجينا على مول اسمه تايسون كورنر سنتر، هذا بفيرجينيا بفيرفاكس. طبعا هو انا ما كتير بحب المولات، بس هذا في عنده قاعده برا كتير كتير حلوه. سو شو رح نعمل، لانه انا ابدا ما بحب افتل بالمول. يعني انا من اول ما جيت على امريكا يمكن بنعدوا على الاصابع المرات اللي رحت فيها على المول، بس هذا المول يعتبر حلو هيك كبير ونايس. اللي استغربته انه كتير عجقه، يعني العجقة مو طبيعية، ما تخيلت هيك. أنا يمكن يعني أنا بدون كورونا ما بيجي على المول، فبعد الكورونا حسيت إنه حيكون شوي فاضي. أو يمكن نحن جايين يوم الأحد فالعالم كلياتها ويك إند، سو كان شوفوا قديش معجوق بشكل كتير كبير. وللأسف تقريبا صرنا متعودين على منظر الكمامة اللي أبدا ما كنا متخيلين إنه ممكن بيوم من الأيام نتعود عليه. المهم جينا على مطعم، نحن جايتنا على المول على فكرة كلياتها مشان محمد. في هذا المطعم بحبه كتير، هو كان هو شغله قريب من المول، فكان بحب دائما ياكل من عند هذا المطعم. تخيلوا بياكلوا سمك ني وسلطة. رحنا طبعا جبنا له من عند السمك الني والسلطة. يعني ما بعرف خبروني انتو شي مرة اكلتوا سمك ني يعني مو مطبوخ بس متبل يمكن او شيء ما بعرف. المهم انا ما بقدر اكل شيء ني اصلا، يمكن السمك انا بس بحب منه التلابيا. في هذا المطعم جيت جربته، كمان جبت سلطه ودجاج، وصراحه صورت هذا الكليب بالاكل بس راح من عندي. هلا اخذنا هالاكلات وطالعين ناكلهم برا على التراس. هو احلى شيء بهذا المول هو هذا التراس. يعني انا بالمرات يلي جاي فيه على هذا المول ما صراحه ما بتفتل بالمحلات والهيك، يعني بطلع بقعد برا. في كان طاولات هيك شاعلين عليها نار وقعده حلوه يعني، بس للاسف طلعتنا الطاوله بدون نار لانه كانوا كلهم قاعدين عليهم. المهم حطوا شجره الكريسماس وزينوها، طبعا ما شعلوا الاضويه لسه مثل ما كنتم شايفين. تمشينا شوي بعد الاكل وبس، هيك بيكون خلص المشوار تبع اليوم. فيعني جبنا اكل اكلنا برا هيك على التراس وهيك، لانه صراحه جوا خنقه كتير ولازم دائما حاطين الماسكات، فالقعده برا اشرح. وما كان كتير برد يعني كان شوب. سو بدايه موفقه لهالاسبوع. اخر شيء نهينا هالمشوار بغسله للسياره، كان المغسل قريب شوي على المول، سو رحنا غسلنا السياره ورجعنا على البيت. فبس هيك حبيت صور لكم هذا المقطع، انه هيك غسيل السيارة ما بعرف فيه الوان، وما لحقت على فكرة صور الباقي لانه كان الستبس كتير سريعة، فبس صورت لكم هي شوي. نرجع على البيت، وين منروح؟ نسوي فنجان قهوة ومنقعد هيك برواق. هذا احلى مقطع من كل النهار، وقت القهوة الصبح ووقت القهوة المساء.
معلومة عني، أنا ما بشرب أي شيء بحياتي، ما بشرب شيء غير القهوة، قهوة ومي. يمكن في مشروبين جربتهم من ستاربكس وحبيتهم، بس ما بحب أي شيء، وأصلاً بفضل دائماً القهوة السوداء، هاي القهوة التركية بنحسيب. يمكن شفتوها الأسبوع الماضي اللي اشتريتها من محل عربي، هاي الوحيدة اللي أنا بحبها. بعشق القهوة بكل الأوقات، وخاصة هيك المساء. المساء ما بعرف، بحس قهوة المساء إلى طعم خاص، مثل قهوة الصبح كمان إلى طعم خاص. بحبها كتير كتير، بحب القهوة. هلا في عالم بتقول إنه هي مضرة، بغض النظر إذا هي مضرة ولا صحية، أنا ما فيني أعيش بدونها. من صف التاسع على فكرة تعلمت على القهوة وخلاص لزقت فيني. بحب أشرب قهوة الصبح وقهوة المساء من هاي القهوة العربية، وبيناتهم ممكن نسكافيه أحياناً، أحياناً ما بشرب نسكافيه، أحياناً بس قهوة الصبح وقهوة المساء. هيك حاولت أعود حالي شوي على الشاي، بس ما بقدر بدون القهوة هاي، ما بقدر. هلا صرنا بيوم جديد، بس ما رح صور لكم غير هاي الطبخه اتوقع اليوم، لاني كتير تعبانه، وهي الطبخه حتاخذ مني وقت كتير طويل. ملفوف بالطريقه الصحيه، تابعوا معي. اول شيء استخدمته هو رز الزهره. رز الزهره مفرز طبعا، يعني بالفريزر. انا جايبته من الوالمارت. فيكم انتو تعملوا الزهره اللي عندكم بالبيت، فيكم تطحنوها وبعدين تنشفوها وتعملوها رز، بس هذا موجود كتير، وكتير في عالم تاكله، يعني حتى مو بس العالم اللي عم تعمل كيتو. المهم طلعته من الفريزر مثل ما كنتم شايفين، هيك هو مفرز شوي لساته. حطيته شي دقيقه اتوقع بالميكروويف، او حطيته انتي فريز والله ما بتذكر. المهم لحتى داب شوي، يعني ما اخذ وقت كتير، اقل من دقيقه. بعدين حضف له اللحمه الناعمه، شوفوا شلون صار. هو بتحسوه شوي قاسي، ما له طري لأنه هو ما فيه عجين أبداً وما فيه طحين أبداً. على فكرة طلع بالأخير قريب كتير من الطعمة، يعني لأنه اللحمة أكتر شوي من الرز، واللحمة هي اللي مسكت كل شيء. سو حطيت لحمة مفرومة ناعمة، كمان هي بشتريها جاهزة هيك مثل ما هي مفرومة. والبهارات هي ملح وفلفل حطيت، وحطيت كمان سنخلص شو كمان حطيت؟ حطيت كمون، سو ملح وفلفل وكمون. هدول هن البهارات الرئيسية أنا عندي بالحشوة، ما بحب حط كتير شغلات، يعني بحب الطعمة هي تكون أكتر شي طعمة الملفوف. فأنا من العالم اللي بتلاقوني ما كتير بكتر بهارات بالأكل، وكمان بحس البهارات ما كتير صحية. المهم حطيت كم سنتوم دقتهم كتير كتير ناعم، وضفت للحشوة شوية زيت زيتون، معلقة ولا معلقتين حسب ما أنتوا بتحبوا، كمان ما بحبها كتير تكون دسمة. بعدين حخلطهم بإيدي، لأنه ما بتتخلط أبداً بالمعلقة، لازم يتماسكوا ويجانسوا كتير منيح مع بعضهم، لأنه هذا الرز بفرفت. يعني إذا بتحطوا بس رز بدون لحمة، أو بتحطوا الرز أقل من اللحمة بكتير، بفرفت معكم. سو لازم كتير يكون شايفين مثل عجينة. رجعت ضفت شوي صغيرة كمون على الحشوة. بهذا الوقت كان الملفوف انسلق، سلقته على الغاز وبعدين فكيتهم هيك، حطيت قطع يعني ورق ورق، كل ورق على حال، وجبت الصينية. هدول الأشياء يلي هي ما بتنلف معنا بالملفوف، حطيتهم بأرض الصينية مشان ما يلزق، أو بأرض الطنجرة. في عالم بتحط لحمة، في عالم بتحط، سمعت إنه في عالم بتحط دجاج، ما بعرف، بس أنا بحط هدول، وما بقدر أحط بطاطا لأني أنا عاملة دايت. سو حطيت هدول، لأنه هدول بيطلعوا أصلا طيبين كمان يعني. وحقطع توم، سنان توم، وهيك رشهم بقلب الطنجرة بهذا الشكل. فيكن تحطوا توم قد ما بدكم، يعني أنا كل طبقة وطبقة تانية بحط كم حبة توم، يعني بحب طعمة التوم بهاي الأكلة. بعد هيك حبلش لف، طبعا كتير سهل اللف، مثل لف ورق مثل لف يعني الورق العادي، لأنه شوفوا الخبز يعني كأنه عفوا شوفوا الرز كأنه رز عادي يعني. وهيك بتلفوه بالطريقة اللي انتو بتكون ياها، بتكون كبير بتكون صغير اللي بتحبوه انتو.
هلأ لف الملفوف على فكرة كتير أسهل من لف اليبرة. أنا لسه لأ جربت هاي الأكلة باليبرة من شي سنتين تقريبا، والله بدي أرجع عيدة مرة تانية، طلعت كتير طيبة كمان باليبرة، سو حرجع عيدة وبصور لكم ياها إن شاء الله. بس هيك بعد ما خلصت لف أول طبقة مثلا، شوفوا بهذا الشكل، على فكرة بدل متماسك وما أحلى، ما فرفط أبدا، هلأ بتشوفوا بس لخلص. بعدين لحمد الطبقة، أنا بحب صفهم دوائر دوائر، يعني دويرة من برات الطنجرة وبعدين صغر صغر الدويرة هيك لحتى أوصل للسنتر، ما بعرف إذا فهمتوا علي، بس بحاول قد ما فيني يكونوا صفة حلوة لحتى لما نقلبهم يطلعوا حلوين، وبحب أنا الشكل هذا لما نقلب. سو بعد ما بصف أول طبقة مثل ما قلت لكم، كل طبقة بين طبقة وطبقة بحط شوي كم سن توم كمان، لأن كتير بحب التوم بهي الأكلة. سو بحط توم، برجع بحط الطبقة الفوقة، بحط يعني ما بحط كتير، بحط كم واحدة يعني شي 3-4، عرفتوا؟ أسنان مو روز. وبعد هيك على الغاز، طبعا طنجرة خاصة، هاي الطنجرة بس لإلي أنا ومحمد، حطيت كاسة مي، ما فيها أي شيء بس مي، بس كاسة واحدة يعني، هلأ نص هاي الكاسة، هي كاسة مي بس نصها. بعدين حطيت بهارات الكاري، كمان البهارات حسب ما أنتوا بتحبوا، وليمون بيبر، هذا البهار كتير بحبه، أكيد صرتوا بتعرفوا كتير بحبه هذا البهار أنا، هو يعني ليمون وفلفل مخلوطين مع بعض. وبعد هيك ححط التتقيلة، طبعا هون كتير قليلة تلاقوا هدول تتقيلات الخشب، لهيك أنا شو بعمل، بحط الصحن بكبسه شوي بإيدي، وبعدين بجيب زبدية فيها مي، هلأ ويني أنا بجيب الزبدية، بجيب زبدية فيها مي وبحطها فوقها، وبرجع بكبسها شوي صغيرة، وبعدين بحط الغطا الطنجرة وبرجع بكبسهم لحتى يكونوا كلهم كبسوا، يعني ما حتكبسوهم لحتى ينفذروا تحت هذا، يعني حتكبسوهم شوي لحتى يكون وسعان كل شيء بشكل حلو ومرتب. هلأ في بارت على فكرة ما صورته أنا، كأنه كنت نسيت ولا شيء، مهم بخليه على عالي بس ليبلش يغلي بهذا الشكل، تغلي المي بقيمه وبحطه على واحد صغير، والنار على الهادي شوي لحتى بس ينطبخ الملفوف، لأنه تذكروا الرز تبع الزهرة ما بياخد وقت كتير طويل. سو هذا البارت يلي انا ما صورته، انا قبل شوي فتحت الطنجره وحطيت فيها حمض الليمون او ليمون يلي انتم بتحبوه لحتى تطلع شوي حامضه، وهيك خلصت الطبخه بعد شي ساعه تقريبا، او اقل من ساعه، بس انا حبيت خليها اكثر لحتى اتاكد انه استوت على الاخير، وهيك قلبتها. بتعرفوا انه هي اول مره بحياتي بقلب الطنجره انا، وليكم شلون طلعت شكلها بشهي وطعمتها بتشهي، عن جد كتير ظريفة وكتير طيبة، وما فرقت كتير بينه وبين الرز، يمكن كتير شي بسيط الفرق بينه وبين الرز، اوكي هون ما في عنا طحين ورز وهيك، بس طعمتها نفس الشي، هي الفكرة انه طعمة الملفوف بتضغي على طعمة اي شي جواته، يعني طعمة الملفوف هي اوريدي كتير قوية. فهي هي كانت طبختنا اليوم، إن شاء الله صحة وألف ألف هنا. إذا جربتوها خبروني بالتعليقات، بحبكم كتير كتير، واستنوني بوصفات جديدة تانية، إنه حفاجئكم بالوصفات اللي حأعملها بهذا الدايت. استنوا قبل ما تروحوا شوفوا كيف طلع قلب الملفوفة، طلعت كتير شكلها حلو، وعن جد هي طبخة تعاد لأنه عن جد كتير طيبة. باي. أغلبية العالم بعد كل شيء أكلات دسمة بيعملوا لهم كاسة شاي وبيعدوا، إلا أنا. ما بعرف إذا في حدا مثلي بعد هاي الأكلة، وبعد ما ضبينا وجلينا جليات ورتبنا البيت وكل شيء، شو بدنا؟ بدنا فنجان قهوة على رواق لحتى نهضم. كل العالم بتهضم بالشاي إلا أنا بهضم بالقهوة. صراعتكم بهالفيديو أنا بالقهوة على فكرة، وأنا عم بعمل الأديتينج لحتى لاحظت هذا الشيء. شوفوا شكلي هلا، بتعرفوا هيك احيانا بيكونوا قاعدين بالبيت بتقوموا بتشوفوا شي شغله عرض ولا شي شغله او بتشتهوا شغله فبتروحوا فورا بتجيبوها، فانا طلعت مثل ما انا يعني، بس لبست جاكيت، وحلاوه القصه انه صار في كمامه بخبي كل شيء. جيت على محل حفرجيكم اياه، هيك اصور لكم تور سريعه 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 لاني جاي انا ومحمد هيك ركض يعني. محل اسمه سبراوت، هو مثل فارمرز ماركت، ما كان موجود بهاي الولاية وفتح بس واحد بهاي الولاية بفرجينيا، هو كان موجود بألاباما وبهدول المحلات.
شكله بجنن بشهيكم الاغراض اللي عنده. حفرجيكم اياه. هذا هو سبراوت يلي شوفوه اذا موجود عندكم هون بالولايه اللي انتم عايشين فيها، لانه عن جد فظيع. وعلى فكره بتحسوه غالي انه هو فارمرز ماركت، بس هو ابدا ما له غالي، بالعكس لما يكون عامل عروض بيكون كتير رخيص. فلح فرجيكم شكله، عن جد بشهي بشهي. كتير بحبوا هذا المحل، يعني انا لما جيت على ولايه فيرجينيا من الشغلات اللي ما كان بدي اياها هون انه يعني ما كان عجبتني فيرجينيا بسبب انه ما موجود هذا المحل، بس ليك هلا صار موجود، هلا فتحوا هي السنه الماضيه. فاسعاره رخيصه وفيه كتير شغلات حلوه. رح افرجيكم شو الشيء اللي انا بحبه هون. اكثر قسم بحبه بهذا المحل، شوفوا تحسوا حالكم بالبزورية عنا بالشام، والله يعني شيء بيطير العقل. كتير مبسوطه بنبسط لما بيجي على هذا المحل. شوفوا شلون بيحطوا لكم. هلا قبل الكورونا كان كله مفرودين بقلب هدولي، شوف ما احلاهم، بحطوهم بقلبهم وانتم بتعبوا بقلب الكيس، وبعد ما بتعبوا بالكيس تكتبوا انه شو رقم الغرض يلي انتم اخذتوه، مشان هن على الكاشير بيزينوا لكم اياه وهيك. بس هلا مع الكورونا صار خلص كل كيس هو فيه باوند يمكن، ومكتوب عليه الرقم، هيك بيكون مكتوب عليه كل شيء، وانتم بتاخذوا قد الغرض اللي بدكم اياه وبتروحوا على الكاشير وهو بيزين لكم اياهم وبيحاسبكم عليه. بس بالله شوفوا هالمحل شو حلو، يعني هو شكله غالي على فكرة للعالم اللي عايشة بأمريكا، شكله غالي بس هو أبدا ما له غالي. حتى أحيانا بيكون فيه كتير شغلات أرخص من والمارت. مثل مثلا أنا ليش جيت، أنا جيت مشان هدول المكسرات. شوفوا مثلا الكاجو الباوند 5.99، الجوز الباوند 6.99، طبعا هو مو 6.99 هو 7.99، هلأ عليه عرض 6.99. مثلا شو كمان، في كتير شغلات أنا بجيبهم من هون، هدول الشغلات دائما انا بجيبه من هون. هذا البزر المفصص شايفين، هذا الباوند $2.99، هذا اورجانيك. او مثلا ايوه صحيح، وبيكون موجود مثلا شيء مملح شيء مو مملح، شيء ساده شيء يعني بطعمات مختلفه. هذا اللي انا بحطه كمان على بحطه بالسلطه احيانا، اللي هو مثل الفستق تبع البزر الابيض. شوفوا الباوند 3.99، وكان 6.49 وصار 3.99 هلا على العرض. فهذا المحل بجنن، لازم تشوفوا اذا من عندكم منه، لانه عن جد مثل بزوريا، يعني شوفوا حتى هدول الشغلات والبهارات وهيك. لا اتوقع بالطرف الثاني في بهارات ورز وكل شيء. هلا ما مجربه انا اخذ رز وهيك، شوفوا هون مثلا الرز والعدس وهدول الشغلات كلياتهم. هلا ما مجربه انا اخذ من هون بصراحه، بس موجوده عندهم هون. شوفوا اللوز مثلا، اللوز هذا كان الباوند ب 8 دولار هون. واللي بيعرف هون عايش بامريكا على فكره اللوز هو من الشغلات الغاليه، يعني شوفوا قديش حاطين الباوند ب 3.99، يعني نص كيلو يعتبر ب 3.99. اذا بتتابعوا العروض تعرفوا تشتروا كثير منيح. يعني الكاجو هلا انا جاي اخذت كاجو 5.99، كان 9.99 كان الباوند، هلا 5.99. ف هذول الشغلات كثير بحبها من هون. شوفوا الخضرة هون مصفوفة بطريقة بتشهيكم تاكلوا كل شيء، الخضرة ولا الفواكه ولا أي شيء على فكرة هون مصفوف بطريقة كتير حلوة. شوفوا حتى هدول بالأناناس، قولي أنا ما باكل هالأناناس إذا ماشي على محاول أمشي على الكيتو يعني، بس في عندهم شغلات رخيصة مثل هلأ هذا رخيص يعتبر 2 دولار. شو كمان أنا كنت جاي أشوف البيريز، فرجيكم اوكي مثلا شوفوا هذا البيريز، هذا من الشغلات كمان الغاليه هون. شوفوا هذا العلبه هي 4.5 دولار، يعني تاخذوا 4 علب من هدول تدفعوا 5 دولار حقهم. او هذا التوت اللي هو الاسود 2.5 حاطينه، ف اتس جود ديل عليهم لهدول. انا جاي اخذ هدول صراحه. بدي اشوف هذا البيريز الاسود كمان، هذا 2.5، بس هو ذاك الاحمر انا تفاجأت صراحه بسعره انه 4.5 اول مره. شوفوا ما احلى التفاح، صار لي 100 سنه ما اكلت تفاح على فكره. هلا حفرجيكم واحده من الشغلات اللي انا الاساسيه اللي اجيت بنص الليل، هي مو بنص الليل بس انه يعني حيسكروا، البوظه. وللاسف ما لقيت البوظه عندهم اللي انا بحبها، هي بوظه تبعت الكيتو. انا لما بكون عامله كيتو انا ما باكل حلو، بس باكل شوكولا او باكل شيبس. لما اكون عامله كيتو كثير بشتهي، لحديد ما تعرفت على هي البوظه، مو هي الحمراء، هدول اللي فوق اللي مكتوب عليهم كيتو. شوفوا فيها 1 جرام كاربز، عرفتوا يعني فيها بس 1 جرام.
كربوهيدرات او سكر. ما فيها سكر بتوقع ايه، ما فيها سكر كلياتهم. هلا اللي انا بحبها بالعاده الشوكولا والالموند، بس ما لها موجوده. سو اخذت هي الرمال النهديه عشان اجربها، هي دارك شوكليت. يعني انا بس هيك بحب اكلها بالسهره، مع انه هلا ابدا ما بسوالي البوزه. المهم هي مشان تعرفوا انه هي ما فيها سكر. وفي منا هدول شايفين هدول العلب، ما اخذت منه، انا ما بحبهم صراحه، بس انه هي اوبشن للي بيحبوا البوزه. انا ابدا ما بحب البوزه، ما بحب الحلويات، وما بحب اي شيء هيك يعني، بس الشوكولا والشيبس أسوأ شيء يعني. فهذا هو المحل، شوفوا ما احلى. هلا انا خالصه على فكره، طالعه يعني، بس اجيت اسوي لكم البوزه وطالعه من المحل. هلو هلو هلو، اليوم الثلاثاء طبعا، والله ما كان جعباني، ما كنت حابه اصور، بس لقيت محمد كتير معجوق بالمحل وشكله حيطول شوي طبعا، حصور لكم، مع انه هذا الفيديو صار مليء بالاحداث ومليء بالاماكن اللي رحنا عليها سوا وفرجيتكم اياها. المهم انا بمحل اسمه هوم ديبو. في شغله نحن عم نفكر نساويها، عم يفكر محمد انه بده يغير مثلا لون الباب تبع الدخله على البيت يلي بيكون من الجنينه. المهم بس ارجع على البيت صوركم هو شو لونه. هو لونه ابيض بس قديم كتير، سو عم نفكر نغيره نساوي لون رمادي. فاجينا على هذا المحل لحتى ناخذ كم غرض. محمد طبعا بس يفوت على هيك محل حيطول، اجباري حيطول، وانا صار لي تقريبا شي ربع ساعه بس هيك عم تفتل عم تفرج، لانه ما بدي صور ويكون كتير معجوق هذا الفيديو. بس خلص يعني، ما انكم بتحبوا خليني افرجيكم، حفرجيكم هذا المحل شو بيعمل. طبعا هذا المحل انا اللي عن اللي فيه ذكريات كثير كبيره، لانه لما اخذنا هذا البيت كان بده كثير شغل، وعملنا حمام وعملنا مطبخ وعملنا كثير شغلات يعني. فلهيك كنا نجيب كل شيء من هون. هذا المحل اسمه هوم ديبو بامريكا، ممكن تبنوا بيت كامل بس باستخدام هذا المحل. يعني بتجروا هون بتشتروا كل شيء بدكم اياه وبتطلعوا لبرا بتشتغلوا فيه. هلا حصور لكم هيك تور سريعه واحكي لكم شويه شغلات عن هذا المحل انا كثير بحبه. هلا انا واقفه هون، كنت ناحي القسم تبع هدول الاشياء، ما بعرف وين كنت، المهم كنت ماشيه. تذكروا اللي كان متابعني على الانستغرام بيعرف انه انا جيت لهون وسالت على الوان الارضيه، كونه انا احنا عملنا المطبخ، عملنا الحمام، كان ما كان موجود عندي حمام بالبيت فعملناه نحن. فجيت لهون صورت الوان الارضيه، صورت كثير شغلات اول ما قبل ما ننتقل. يعني في عندهم كثير شغلات حلوه، بتلاقوا فيه كل شيء من المسامير الصغيره شو اسمه هدول البواب يعني من بسمار، اول بسمار بتدقوه بالبيت لحد ديد ما توصلوا لباب البيت يكون كله دان كامل. انا وين رايحه؟ هرجع هيك. طبعا كثير شيء غريب اني صور بهذا المحل، لانه ما بيتصور فيه الواحد يعني، عرفتوا؟ مو محل تياب ولا هيك شيء. بس انه هون كان شو كنت افرجيكم، انا والله نسيت يعني، حاسه كل العالم مطلع علي. المهم افرجيكم هيك شغله، ايه افرجيكم قسم الكريسماس يلي منزلينه اذا صح انا ماشي، ما بعرف. مو محل كتير كتير كبير، بس بتحسوه مثل هيك مصنع او معمل او ما بعرف شو يعني. شوفوا هون كمان اذا بدكم خشب بتجيبوه، هنا بيقصوا لكم اياه بالطريقه اللي انتم بدكم اياها. شوفوا وصلت لقسم الكريسماس، طلعوا في زينه كثير حلوه بتجنن. هلا تلاقوا المحلات كلياتها اشياء الكريسماس، شوفوا هدول شو حلوين، انه بحطوهم ناحي البيت يعني، او مثلا هيك الاشياء النفخ، شوفوا كثير حلوين هدول اللي بحطوهم هيك ناحي بيتهم. وهنيك بقى بتشوفوا الشجر وبتشوفوا الاغراض اللي بحطوها، شوفوا هي الشجره شو حلوه، كثير حبيت الابيض يعني شيء جديد. وما بعرف هي اذا بس السنه الماضيه وهي السنه عم يعملوا ابيض ولا دائما. شوفوا هي بابا نويل، هلو هلو، شو حلوين كثير كيوت هذا الابيض. شوفوا هذا الابيض شو حلو، بجنن بجنن كثير، انا عاجبني هذا الابيض. هذا شو، هذا مو الشجرة ما بعرف. المهم شوفوا هذيك الألعاب شو حلوة، هدول تبع الشجرة، هون بتلاقوا شجر، شوفوا هدول كمان حلوين كتير. المهم يعني هذا المحل يعني بيجي لعنده بالضرورة قصوى مثلا. هدول الأشياء أكيد إذا حدا بده يشتريها ما يشتريها من هون، لأنه هون كتير غالية، أغلى من المحلات العادية يعني، لأنه هو محل مو متخصص لهي الشغلات يعني، هو محل
لأشياء البيت ممكن تلاقوا هون شغلات رخيصة. هلا حفرجيكم الدهان اللي حاخده. هون مرحلة الدهان، شوفوا كيف عاملين لكم الألوان، كل شيء هم تختاروا. طبعا كانت هي أصعب مرحلة، هحاول أحط لكم فيديوهات لنا أنا ومحمد لما كنا عم ندهن البيت، لأنه نحن دهننا البيت يعني ما جبنا حدا، بس كانت أصعب مرحلة إنه تجي لهون وتختاري الألوان ويطلع حلو. فأخذنا وقت هدول الجريز، نحن بيتنا كله رمادي، والله ما بتذكر شو عملت، مع إنه آخر شيء يمكن قررنا شو كان اللي أخذناه يا ربي والله نسيت. مهم هحاول لاقي لكم اللون، لأنه في كتير أصلاً عالم لهلا بيسألوا عليه لهذا اللون اللي نحن استخدمناه. توقع سيلفرستون؟ لا مو سيلفرستون، ما بعرف. المهم رح احاول لاقي لكم. كان كتير فن انه انتوا انه الواحد هو يعمل البيت اللي بده يقعد فيه، يعني مو نحن بنيناه. ولما قلت لكم ما كان عندنا مطبخ، كان ما عندنا مطبخ وحمام بالطابق التحتاني، بالطابق اللي انا قاعده فيه. طبعا تعرفوا انتوا انا عايشه مع بيت حمائي، سو الطابق تحت ما كان فيه لا حمام ولا مطبخ، سو نحن عملناه. كان فيه كتير كراج كبير قسمناه، ويعني قصص كتير طويله سويناها بالبيت. المهم البيت كلياته كان الوان، كان احمر وبنفتحي وازرق وكل شيء الوان بدكم اياها، لحد ما اجينا لهون واخترنا لون ونحن دهناه. طبعا مو بس انا ومحمد، محمد عنده اخوات شباب ودهناه كلياتنا سوا. كان كتير فن انه الواحد هو ينقي ويعمل اللي بده اياه. هلو صبايا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم صرنا يوم الأربعاء، يوم ما عندي شغل ولا عندي شيء. رايحة اليوم لعند ماما أخذ عطلة ورايحة لعندها إن شاء الله. حقضي نهار، فما أعرف إذا حصور هنيك شيء ولا لا، بس هلا بنشوف. المهم أول شيء رح فرجيكم إياه، رح أعطيكم طريقة كتير حلوة رح تتساوي شعركم كتير حلو. صراحة مو مبارح، إيه لا مبلا مبارح، مبارح الصبح بنهار يعني حممت شعراتي وضفرتهم وخليتهم لليوم. شوفوا لهلا شايفين شلون الشعر عم يطلع؟ لانه خليتهم لليوم امبارح، اي صح امبارح، بس مو المساء، يعني مو المساء تحممت وضفرتهم، لا بنهار تحممت وضفرتهم. شوفوا شوفوا لشلون رح يطلع. خليني اقوم فرجيكم اياه، كثير كثير حلو، ليكم احلى، بجنن بجنن. هلا انا شعري من النوع اللي ما بيثبت، لهيك شلون رح ثبته؟ رح اجيب بخاخ للشعر. هو من بيرشيو، شوفوا هذا هو، هذا بيعمل كنترول للفريز للنفشة يعني، وبيساعد انه ما له سبراي، بس بيساعد انه يضل كل شيء مثل ما هو. سو انا حبخ على شعري بهذا الشكل، وبعدين بايدي اعمل له هيك عشان يثبت. ما رح بله كتير كتير، بس لحتى يثبت فترة اطول فترة ممكنة بهذا الشكل. شايفين؟ وهيك لابس شوار ولا باي شيء، ان شاء الله يضل ثابتان. لنشوف اليوم، لنشوف قديش رح يضل ثابت. شوفوا هاي الاوتفيت تبعي اليوم، انا هيك بس لابسه يعني كنزه خفيفه وبنطلون. ما بعرف المفروض يمكن نطلع نتغدى برا، ما بعرف، لحتى نشوف هلا بس لروح لهنيك، ما بعرف شلون شو رح نعمل او شو رح يصير، بس رح فرجيكم هنيك كمان شغلات كتير حلوه، فخليكم عم تتابعوا الفيديو لحتى تشوفوا شو رح يصير. لاحظت هذا الفيديو او هذا الاسبوع في كتير احداث، يعني هي اول فيديو يمكن مصور يوم الاحد، واول مره بطلع اكثر من مشوار بنفس الفيديو، فنشوف. هلا حاعمل هيك ميك اب خفيف وبعدين كون جاهزه للطلعه، بصور لكم كل الاوتفيت قبل ما اطلع. هيك خلصت الميك اب تبعي، شوفوا هيك خفيف سريع سريع، لا يعني مو كتير خفيف، بس يعني من ضيقان الخلق. المهم رح فرجيكم هلا الاوتفيت تبعي، استنى اقلب لكم الكاميرا. هذا هو الاوتفيت تبعي، هي الكنزه شفتوها هيك قبه عاليه شوي. طبعا هي رقيقه لانه ما في كتير عنا برد، وهذا الجاكيت عشان اذا طلعنا او صار برد او شيء. هذا الجاكيت، بعدين بنطلون اسود، وهي الشنطه ستيف مادن، هي الماركه كتير بحبها للشناتي وما كتير غاليه. راح البس اخر شيء هي، بس هلا ما حلبسها، هي عرفتوها الجزمه اللي بلبسها دائما على الشغل، بحبها كتير لانه مريحه كتير. سو هذا هو كان كل الاوتفيت تبعي، هلا صرت جاهزه حتى اروح. سؤال، بتاخذوا وقت قديش؟ بتاخذوا وقت لحتى تخلصوا لبس؟ انا تقريبا باخذ حوالي 20 دقيقه، مو اكثر من هيك. سو وما بنكت على فكره حوالي. انتوا خبروني تحت بالتعليقات. شوفوا هي اختي الرسامه، لسه ما بيعرف انا عندي اخت رسامه بترسم، عندها صفحه على الانستغرام بتجنن، رسماتها كثير حلوين. هي انا، هذا اخي، هي اختي الثانيه، شوفوا رسماتها
يعني بيحكوا الرسمات. استنوا شوف اذا بقدر. ايوه هيك شايفين شو حلو. طبعا هي بترسم وبتبيع عندها على صفحه الانستغرام، وكمان يعني ممكن اي حدا مثلا يبعث له صوره، يبعث له صورته، يبعث له صوره شخص ثاني. اعطوني رايكم بهي الصوره، هي عم ترسمني وحده ثانيه غير هي قديمه رسمتني اياها، فاعطوني رايكم وشوفوا الرسمه اللي هلا هي عم ترسمها بتجنن. هلا صفحتها الانستغرام حاحطكم اياها تحت بصندوق الوصف. هي مو بس بترسم، هي بتعلم طريقه الرسم، يعني هي بترسم وبتلون بهدول الالوان ومكياج وهيك، يعني بتعرفوا الفنانين. المهم هي بترسم وبتعلم طريقة الرسم، بتعلم كيف ترسموا بهاي الطريقة. وعلى فكرة هاي اختي اللي دائما بحكيكم عنها، انه هي تعلمت الرسم لحالها بدون لا مدرسة ولا معهد ولا اي شيء. وشوفوا هلا اذا بتفوتوا على صفحتها بتشوفوا الرسمات القديمة اللي هي رسمتهم اول ما بلشت رسم، وبعدين شلون وصلت لهي المرحلة. فكتير كتير حبيت. شوفوا الرسمات، اعطوني رأيكم بصورتي. طبعا اللي حابب يتابعها حيكون رابط الاكونت تبعها تحت بصندوق الوصف. طبعا كنت بتمنى اصور لكم اياها الرسامة اختي، بس ما بتحب التصوير ابدا، ولا على اليوتيوب ولا على الانستغرام. يعني حتى حتروحوا على الانستغرام ما حتلاقوا صفحتها، فحفرجيكم شوي من صورها. انا نكدت لها الدنيا اليوم. شوفوا الرسمات شو حلوه، جنن. هنا بضو نهار يمكن بيعطي احلى، حتى اذا بدون هذا الضو يمكن هيك ممكن احلى شوي. شوفوا، وهي سلافه خرجي رسمة بتجنن. شوفوا الرسمات عن جد بتحسوها عم تحكي، بتحسوا كل خط بوشها عم يحكي قصة. كتير بحب رسمة. وطبعا تعمل هي كمان مو بس يعني مقاس واحد، شوفوا هذا مقاس الكبير مثلا، وهذا المقاس الصغير، هذا مقاس الأصغر. انتوا بتحكوا لها شو المقاس اللي بدكم اياه، وين بدكم تحطوها، وكيف بدكم تساويها، وهي بتبعت لكم اياه. وممكن تبعت لكم اياه بهيك برواز مثل هذا، هذا لونه رمادي. طبعا انتوا يعني لما بتحكوا ما بتعرفوا. المهم اللي حابب يتابعها ويتعلم، حتى اللي ما بده يشتري يعني بده يتعلم بس الرسم، لازم تتابعوها بصفحتها على انستغرام، حتكون تحت بصندوق الوصف ان شاء الله. شوفوا الى الجو الخاص تبعها. هلو صبايا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طبعا انا امبارح ما قدرت اصور لكم شيء من كتر ما انعجقنا وهيك. اوكي طلعنا تغدينا، اكلت. بما اني لساتني ماسكه الدايت هالاسبوع، عن جد ما عم باكل اي شيء خارج الكيتو دايت. يعني ما عم باكل اي سكريات اي نشويات، عم باكل كله اكل صحي. كله عم نزله على صفحه الانستغرام تبع الدايت. صراحه كنت نزل الطبخات هون على اليوتيوب، بس ما لقيت العالم حابه الموضوع. فلهيك اللي حابب يتابع كل الطبخ يشوف الصفحة تبع الانستغرام تبع الدايت، تحتكون مكتوبة تحت في صندوق الوصف وبآخر الفيديو. وشغلة تانية، أنا اليوم صراحة ما كان على بالي ساوي شيء، لأنه كان على أساس المفروض أني أنا ببلش جامعة الباتشلر ديجري تبعي هلأ هذا اليوم يعني، بس للأسف صار في شوية مشاكل مع الجامعة وهيك، فما مشي الحال، لا راحت للفصل الجاي. هو يعني مو بعيد كتير، بعد شهرين تقريبا. ان شاء الله ححكي لكم عن هذا الموضوع بفيديو لحاله، عن الجامعه اللي انا بدي سجل فيها وشو صار يعني. فهذا فيديو لحاله حيكون، بس انه هيك اليوم هيك مكتئبه شوي، انه بلش الفصل وانا كنت كتير متحمسه، مع اني قدمت يعني من اول الفصل الماضي. فيلا كله لخير يعني. فالمهم هيك اكتئبت شوي وما عملت اي شيء بحياتي اليوم، يعني فايقه بكير ونايمه يمكن شي 4 ساعات. قمت عملت دوش وطبخت اليوم، الطبخه كانت سمك. وعلمتكم اكله كتير كتير طيبه، حنزلكم هيك بوست شغله منها صغيره. هاي الاكله هي خضره بالفرن وهيك، بس طريقه كتير ظريفه، ممكن تعملوها جنب اي طبخه بدكم اياها. يعني انا بعملها جنب الدجاج، بعملها جنب السمك، جنب اللحمه، جنب اي شيء انتم بتحبوه، جنب المشاوي. يعني هي مثل خضره مشويه، بس طريقه بتجنن عن جد. شوفوها، هي الطريقه تعليمت امي كانت تساويها دائما جنب اللحمه بالصينيه، او مثلا لما نشوي دجاج او شيء، هي صينيه خضره كتير ظريفه عن جد. شوفوها وجربوها وخبروني اذا حبيتوها. هلا التفاصيل انا نزلتها على الانستغرام، بس هي كتير سهله، رح احاول اختصر لكم اياها بكم ثانيه يعني. بس الاكله الرئيسيه كانت سمك تلابيا. طبعا هلا بصور لكم اياها، هلا بتشوفوا كل الطبخات. اول شيء وبطريقه سهله كتير كتير، بتجيبوا كل انواع الخضره اللي عندكم بالبيت. انا حطيت زهره، بروكلي، بصل، بندوره، كوسه، باذنجان، خيار، وشو كمان حطيت، فطر، واللي بدكم اياه. يعني فيكم تضيفوا بطاطا اذا انتم مو عاملين دايت. بعدين رشيت عليهم زيت زيتون، بابريكا، ملح، فلفل اسود، وكمان اورجانو، هذا مكون رئيسي جدا، ليمون، كتير من الليمون.
بعدين ليمون بيبر، هذا ما بعرف اذا موجود عندنا بالبلاد العربيه بس هون كتير طيب، وكمون، وحطيت اخر شيء كاسه مي عليهم كلياتهم وخلطتهم كتير كتير منيح وسكرتهم بالفويل مثل اللي انتم شايفينه. طبعا فيكن تضيفوا كميه اقل، فيكن تلعبوا بالبهار حسب اللي انتم بتحبوه، المهم هو الليمون والاورجانو والملح والفلفل صراحه، وانا بحب معه تشيلي بس ما عندي. فالاكله الرئيسيه كانت تلابيا، تلابيا عادية فيلي، تبلتهم وحطيت عليهم توم وشوية ليمون وحطيتهم بالفرن. طبعا الخضرة أخذت حوالي ساعتين تقريبا، وهي هي النتيجة النهائية. الصوص اللي عملته هو صوص طحينة وليمون ومي بس وملح وفلفل، أكلة صحية وسريعة، هي مو سريعة كتير بس صحية وطيبة كتير. يا صباح الخير، كيفكم؟ شو أخباركم؟ اليوم صرنا يوم الجمعة، أنا هلأ لابسة وطالعة على الشغل، هلأ الساعة 9:10 تقريبا، 9:15 الصبح. فهلأ لابسة وطالعة على الشغل مثل العادة. هي أول مرة بهذا الشغل ما بيكون إلي حيل أو ما بيكون جعبالي أو قدرانة إني ألبس كعب عالي، لهيك أخذت جزمة كعب واطي على الأرض ولابسة هذا اللبس. هذا الجاكيت هو من أشياء شيئين الجديدة، سو إن شاء الله هذا الأسبوع يعني يوم الاثنين أو الثلاثة بينزل فيديو شيئين. هي أول قطعة هي أول قطعة رح تشوفوني لابستها منهم، شوفوا هيك يعني مع بنطلون أسود وكنز رمادي أبا عالية، وهذا الجاكيت كتير كتير حبيته. هالسنة أغراض شيئين بتجنن، سو انتظروا الفيديو رح يكون كتير كتير حلو إن شاء الله. شوفوا هذا الجاكيت أنا كتير حابته، طبعا حاملة هي شنطاي هيك مشان كسر اللون، لون الظهر وبس. فهلأ رايحة على الشغل مع إني كتير نعسانة، مبارح ما كنت أعرف نام، يا دوب نمت يمكن شي 3 ساعات أو أقل حتى من 3 ساعات، ما بعرف ليش هيك قلقانة. المهم هذا هو كل شي، وهلأ رايحة على الشغل. طبعا ما بعرف، ما بقدر أوعدكم بشي رح يصير اليوم لأنه ما بعرف شلون رح يمشي اليوم تبعي. ما بعرف كم شخص وصل معي ليوم السبت، بس صراحة مبارح واليوم أنا كنت كتير كتير تعبانة، السعلة ما عم تروح أبدا. أنا يعني دائما صراحة بهدول الأشهر 11 و12 و1 بكون متحسسة بشكل كتير كبير، صور الحساسية كتير زادت، وكان عندي شغل مبارح واليوم. حتى اليوم كنت جعبالي صور لكم الأوتفيت كونه هيك شي جديد، بس ما قدرت الصباح قبل ما أروح على الشغل يعني لأنه كنت فايقة أوريدي متأخرة وتعبانة، ركض. المهم اعذروني عن هذا المنظر، بس هلا الساعة تقريبا شي 1-2 بالليل. بس حابة انهي معكم هذا الفيديو مثل العادة يوم السبت المساء. خبروني شفتوني بهذا المنظر، اذا شفتوني لهون لنهاية الاسبوع فشكرا كتير كتير لكم. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو، لانه ما بعرف قديش نسبة العالم اللي عم تكمل الفيديو للاخير مع انه كلياتكم حابينه، بس اذا وصلتوا لهون فشكرا لكم، بحبكم كتير كتير، وان شاء الله تزوروني بفيديوهات قادمة تكون كتير مفيدة وبنفس الوقت مثل هدول الفيديوهات لأنكم كتير حابينهم بشكل مو طبيعي، يعني الفرق واضح وملحوظ على القناة تبعي. فكتير مبسوطة أنه أنتم عم تحبوا الشيء اللي أنا عم أقدمه، والحمد لله أنه أنا عم أقدم شيء أنا رضيانة عنه وأنا مبسوطة فيه وعرفانة كل كلمة أنه ممكن حدا يستفيد منه بأي شيء. ممكن صور لكم لقطات ما بتفيد كتير، بس أنه بين الشغلات يعني بتمرق. المهم بحبكم كتير كتير، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. قبل ما أطلع من الفيديو وخلص الأسبوع وفي الصبح نبدأ أسبوع جديد، لا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة اللي هو زر الأحمر تحت الفيديو، وعملوا لايك للفيديو وعملوا له شير إذا حبيتوا، وخبروني أي شيء سألت. أنا سألتكم كتير أسئلة تقريبا كل يوم من الأيام الأسبوع كنت بسألكم سؤال، فجاوبوني تحت بالتعليقات وخبروني إذا وصلتوا لهذا المقطع من الفيديو ولا لا، لأنه إذا وصلتوا رح أعرف شو نسبة العالم اللي وصلت لهون. فبحبكم كتير كتير وبشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي، والأسبوع الجاي الأحد حيكون إن شاء الله في شغلات جديدة مفكر إني أنا صورها الأسبوع الجاي، فمنشوف شو راح يصير. بحبكم كتير كتير، بشوفكم بالفيديو الجاي. كم مرة صرت قايلتها ما بعرف، مهم باي، صباحوا على خير. سو اللقاء بالنسبة إلي كتير قريب بكرة، بالنسبة لإلكم أسبوع جاي إن شاء الله.